ماكو تحياتي له الصلاة والسلام. جان فيصل 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 سمعي هذه هدية من عبد العزيز صخر هذا نعم والله الولد هذا نعم كيف الحال؟ هدية كوينت شلونك؟ الحمد لله طيب ما شاء الله ترى هو اللي مسويه شغل يده ما شاء الله تاخذ سلم العيال وطلع من هنا اقرب لك ها والله لو انك جالس على نهر النيل انت وياه شو اسمه؟ هلا 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 هذا عبد العزيز عبد العزيز الصيخان يا مرحبا الف حيا الله هالرجال يا مرحبا يا شيخ عبد العزيز ايوه وغيره ما ارتعل في راسك يا جبهتك عدل طاقيتك السجن وسجنتك امس وش عاد في راسك؟ وين وين؟ وش ضر لا 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 نقعد يا ولد وثلاثة من دي اربعة يا سالم تعال تعال ابو المناقيد اسمه بدل ما كنت النقاط حقت الشيء قبل كنت حقت الحضور والله يا خسفكم مني خسفه خسفهم امس خسفه والله كم اعطاه باربعه حق الحضور حق النظافه احنا كم عطى شو اسمه من دفنه وذا كلام اليوم ثلاثه معطي من دفنه وعبد العزيز زي ثلاثه حرام لو خلوها كذا وبس قفلوا كذاك انتوا قفلتكم غلط في الطبخه حالي حالي عز الله مطعم منها طعيمه ملح ناقص قال منير قال منير بحكم على هذه لا لا من زمان والله زايد لا لا والله منير راح يسال منير لا لا حيا على الصلاه طلعت معهم فوق حيا على الصلاه لا ما قال حيا الصلاه قال حيا الصلاه حيا الفلاح حيا الفلاح بقول قد قد قام قال قد قام قلت الله اكبر الله اكبر اقول وراه قال ويدرت يا شوف اسكت الله يقبلني يا عليك ما شاء الله لا زين ذكرني ذكرني بخوي محمد جاء اليوم لا والله ما جاء امس منير قال وش الطبخه يقول امه تعبانه قالوا له باميه قال وين الباميه قالوا له هذا باميه ذكرني فلا اوكي تمام ذكرني الولد يوم قال حياص قد قامت يوم عززت له قال يوم صحت قال ها ذكرني بخوي ركع الله يذكره بخير يصلي مره صلاه المغرب ما ادري ايش ويخطب ايه يا مخطب آية يصحح له ولد عمي ورا ما سكت عشان يسمع التكرار مرة ثانية لا قال ها لا ما عاد بي صف ولا عاد بي إمام يا رجل من الله يا رجال ذي تهون مرة أنا و يا أخي ذي الحصان ده عبات ما في شيء ما كسر أنا بعض الشباب جالسين ننشد وفله جاء وقت الصلاة قدمنا واحد قلنا صلت يا رجال ويطلع له يقول خلينا متحمس وداخل اجواء الانشاد قال الحمد لله رب العالمين اوه الرحم استغفر الله عمر نفقع ضحك هو ما يدري هو ما يدري استغفر الله العظيم وحنا نفقع ضحك نفقع كنا لعمرك تصلي بعد ما خايف فيه لك شوي لا جهد الله يذكره بالخير ويصلي يوم صلى الحمد لله قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم ابكي مالك يوم الدين ابكي مالك يوم الدين انا ما ركعت تحت لا والابطال اللي شايعه يعني اللي يجهر في صلاه من الجهريه مثلا العصر يجي يطق الحمد لله رب العالمين اوه هذه صارت لي انا صراحه صارت لي لا. مره انا مرة صغير كانت صلاه العصر المهم انا مع ابوي قلت انا والله لا اصلي انا عشان ابين اني ارتل ما ادري وش اسوي طاف من بالترتيل ذاك وهي صلاه العصر وهي صلاه العصر الله اكبر داخل الجو على الاخر
ابوي يقول يا ام شاف يا الله يقطع صلاته قال ذا والله ما ابو فايدة ما في اي فايدة اقول ام محمد ولا يهونون الشباب ولا تهون داخل ايه صح عليك وش صح عليك انا ما ارجع يا ولد ايه لا والله يا اخي مو انا ما ارحم والدك يا اخوي كان بكملوا تهونون بعد اقول له لقيتك تسول من الحين احنا مجموعة يقول اقول لك يا منيف قلت له يا اخي قل ولا تهونون يا الربع قال التفت علي قال تهونون يكمل السالفه زعلان اسلم صلاة التراويح يا كثرهم اللي يقوم وينسى الفاتحه يكمل علي اللي هذا ايه اللي نسى فيها وانا اذكر مره صار لي موقف انا كذا في صلاة التراويح خلاص اخر شيء كذاك صلاة الوتر تقرا اما تقرا يعني لا لا هذا رسول الله تقرا سبح اسم ربك الاعلى بعدين قل يا ايها الكافرون بعدين المعوذات او الاخلاص مع مع الفلق والناس او الاخلاص بروحه صح راح محمد في ركعه الركعه الاولى اللي المفترض يقرا فيها سبح وبعدين يقرا الكافرون وش سوى قرا بدل سبح قل هو الله احد بعدين قال قول اعوذ برب الفلق انا على بالي خلاص مختم لا وفيه فيه ذكرتها في الفلق يوم ذكرت في الفلق ما قلت الناس كان اركع قمت كان اقول الناس الفاتحه والناس عاد نزلت اورك على الاخير وش يقروا فيها قلت والله والله ولا زعلهن كلهن من الاخلاص للناس ولا زعل لا في والله اللي بعد الدعاء مو بمو انك على طول تسجد صح دائما يلخمون فيها الناس تلاقي يركع يركع مره صليت بشايب وباكستاني في حي الحزم مسجد على شارع دائما انت المسجد انا ما اصلي بالشايب انا متاخر اصلي بالشايب واصلي بباكستان صلاه المغرب وفينا عجله الحمد لله رب العالمين انت الحين مطفوق خذيت شوي آمين الصفي ولد امتلا خابره شايب هو يتواهل اي والله خابره شايب وخابره خابره وراي شو اسمه باكستاني باكستاني وش قريت؟ عدت الفاتحه ارتبك الحمد لله سعيد اقرا قل الله واحد اكمل الصلاه قلت له انا صفي قلت له لا اهل هذا قد جيت لمسجد وانا مستعجل توضي عدني أزينك مامي وأشوف اثنين عراب وطوال أجر واحد منهم كل ما جريت يتقدم أجره مرة ثانية أجره أنا تعرف اللي مدنك كذا ملتهي أجره ويرجع مرة ثانية أجره هذا إيش فيه ما يبغى يصلي سافة هني ذا شوي يوم انتبهت إلا أثري قدامهم إمام هذا اثنين وأجر ذا وهذا معي يعني كأنه يبغى قدام الإمام والله من الفهاوة هذا الرأس من الفهاوة عقلك وين ولا أنا يا ولد ما شاء الله عليهم طوال طلع عندهم إمام هم أصلا والله والله طفت من عيني يا أبو فايصل والله العظيم شيخ يا بتقهوي مروح يا بيجينا والله يا كنت لقيت معي قلت عندي مطبخ شنو البراد اللي جيب العافيه وينك قعدت قمت انا ورجعت قلت فكرت لو عندي مطبخ تذكر عندي مطبخ والله النومه هنا ما مثلها والله بنام هنا انا برقد انا وصوح استرح في احد رفيد اللي يعني كذا خمس دقائق وصار فهم بس فهمت والله نروح نام يا صالح واحد من عيال جيران الله ما شاء الله يطول بعمره قول ولا يهونون الربع قالته ها وش ترد عليه محمد ايش ترد عليه ابو حمدان ايش ترد عليه اللي قال لك ولا تهون لا هد عادي تقول له من قال ما يهان ممكن تقول من قال ما يهان ممكن تقول مطلق ممكن تقول عليت لا عليت هذه كان بيقولها في الحلقه اي والله ذاك اليوم بغى يقولها في الحلقه وين يا واحد غلط في القران بنت فوق تقول له عليت لا صاف الله بعيد هذا لا هذا من كيسكم توالي من كيسكم خير هذا الولد الله يعني يقومه بالسلامة هو من دول اللي عنده سمنة زايدة وعمره على 8 سنوات 9 سنوات وجاء على ركعة يبغى الحق الركعة يا حبيبي يجري والله أكبر هو بغير كعب وقول يا حبيبي في اللي قدام شايب من عمره 60 والله العظيم أنا قلنا الشاب بستر عليه سمى عمر الحارة كلها اللي في المسجد يا ما زلخ يا مسجد احنا نطالع في الولد المسكين قلت له والله بين عندي قلت له والله لو عندي جسم زي جسمك اقول له طب هد
ما في هذا شايب انا على طاري الامام وذا فيه مجموعه جايين بدو الوكاد هم يدخلون مستشفى يبي يزورون واحد من ربعهم مجموعه جايين تقدر تقول يمكن سبع اشخاص ما شاء الله الوكاد يلا نبي نصلي نبي نصلي ما ادور ولا مسجد ولا شيء قالوا حنا جماعه خلنا نصلي هم يقولون ممكن بس وجه القبله قالوا القبله هذه يوم وجهوا القبله يشوفون المحراب ما هو محراب اللفت فاتح اللفت فاتح الامام يقدمون الامام الله اكبر يوم ركع الوكاد انه يوم ركع الامام ركع طلب اللفت ويروح بهاللفت يا ولد اللي طول الامام طول الامام شو السالفه؟ تعرف اللفت بالله عليك سووا هذا صدقك السالفه يا ولد طول يوم قام واحد ناظر الباب مغلق ما عاد فيه امام يا الربع امام انا رجبع يا الربع يا اخي هذا المفترض يزوروهم المرضى اللي في المستشفى على طول العمر كنا في البر يا رب يزعلون علينا متى مساجد والوالد الله يطول عمره لا يعني ما يقرا ولا يكتب عرفت بس سبحان الله ايه من الشيبه انت عارف يقومون على الصلاه كذا من كثر ما هم متعودين على صلاه الفجر منضبطين المهم جت الساعه 11 الليل حنا في الشتاء في البر 11 الليل يعني يعتبر متاخر كانها ثنتين ليل الشتاء طويل يبدا من 5 صح وندفي ماء ونحطه في ترمس كبير مع حار عشان لا قمنا مع الصبح لحن توضى والنهم يا طويل العمر الساعة 11 شوي إلا الوالد يأذن ونقوم جينا الماء عاده بارد يطبخ عاده فايح ونتوضى ونصلي يوم صلينا وشفنا الساعة إلا الساعة 1 الفجر نصلي لكم بدري الوالد قام وأذن وقمنا لا فيها ولا ترى في شيء والله لا نرجع نرقد شوي إلا يوم أذن مرة ثانية ونقوم ونصلي يوم توضينا شفنا إلا عاد الساعة 3 نرجع نرقد باقي عرفت قام واحد من اخواني يروح للعامل الطباخ يقومه سوداني الله يذكره بالخير قال له عبد الرحمن قم 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 سوينا فطور قال يا زول هي انت بتصلوا عشان المطر كان علينا مطر الساعه 3 صلوا عشان ايش ونرجع لنا والمره الثالثه جات على الوقت كويس والله لو انا منك بقول لك خلاص صليت مرتين هذا مسجد قريب من الملعب حقنا معنا واحد الله يذكره بالخير اسمه عيسى محرق مرة هذا جاء صلى مسكين في السجود الأخير قال الله أكبر جوا اثنين أخوان عتل ركعوا معه وراه طرق رفع ما أدري إن وراه جماعة الجماعة ساجدين وأنا والله جماعة الخير في المسجد أقرأ القرآن والله كأنه اليوم صلى بهم صلى قال عيسى والعيال باقي ساجدين أنا إيش أسوي ذي الحين أنا ورط عيسى ولا ضرب لهم حساب طالع فيهم ومشي يوم أنا طالع منزل قلت الله أكبر قاموا وروح والله يا صالح واحد اسمه منصور واحد اسمه فادي قلت الله أكبر هذاك إنه خليتهم قاعدوا هم يرفعون والله قاعدوا أعلم عيسى قال طب يدقوني يقول لهم صلي وراء والله ما درت أنا توقعت أنهم يتحاربوا أي شيء ها ولا حاجة ولا ضربوا الحساب واحد لا جاي يصلي وراء اخو تكبر علشان تكبر تسمت تعلم ان وراك جماعه والله يوم قلت الله اكبر كذا قاموا ويطلعوا في بعض ما يعود بطالي عيد صلاه شرم ابو علي ان شاء الله علي يصلي وراها محمد ناصر يعطيك العافيه شكرا حي محمد ناصر ها صارت مره الوالد لما قام من السجود الاخير قال الله اكبر خفيفه قالها فما وضحت في الميكروفون في مصلى النساء جلسة ساجدين وتم المسكينات النساء ساجدات لين سمعنا السلام افا اتفقنا عليك حمدان توك ساجد مثل صلاة ابن دفنة اذا جاي يفزع للعيال عشان ما يتاخروا في الصلاة لا يسجد 10 ساعات تقوم تلاقي الدورة الدموية كلها هنا والله لا ما كذا ما اسمه استغفر الله تنام وانت ساجد وال يطول لا وال ما يطول في الوقوف ولا السجود يطول في الركوع اوف يطول ما ادري انا ما ادري ايش تقرا والله مرات كذا بنطيح كذا على قدام نقول هذيك سبحان الله والله ما قصروا الاعداد جيب لنا شاي ربك ازداد خير يا لا والله صدق ايش تقرا واحد فيصل خبيث ازداد خير تيبي. والله لا ايش تقرا بالركوع ها ايش تقرا بالركوع ما يقرا شيء ينتظر الشباب العيال ما يقرا شك تقرا السجود افضل اذا كذا لا والله والله ان صلاه السجود افضل يعني ولا خلنا واقفين لا مو موجود تتنفس نفس خليك واقف في حصه فيزياء انت صاحي انت لا لا ولكن لو ما كان قلت العماني هذا والله اصبر ذكرني بالفيزياء تدري ايش ذكرت بالفيزياء
دكتور نبيل قحطاني الله يذكره بالخير. شفت الفيزياء اللي انت درست الثانويه منيف؟ اقسم بالله دكتور شوف من انت يا الفيزياء الهندسيه بس كرمت منيف الفيزياء الهندسيه انها ما تجي ايش اقول لك ربع ربع اللي يصير يا ولد. الفيزياء الهندسيه موت صعب صعب عاد حنا تخيل يعني انك صعب. تحول من لغه عربيه الى انجليزيه ومن انجليزيه الى انجليزيه بحريه وفوقها فيزياء وجاء الراس. اقول لك عشان ارجع هالموضوع هذا وائل يوم نركع يقول سبحان الله ملها الدر لا لا الا الله الله اكبر تحسن جاي جاهز والله لا لو تدري لو ناس عند الطعس هنا يشوفوا كذا الموقف يقول حد مات هذا حجر هذا ضلع ضلع طعس تل اي شيء والله اليوم تدري انه ما شغل سبيكر غير اخر ركعه انا قلت له لا تعالي والله ما عمري صارخت انت فاهم غلط كل يوم تصرخ وانت ركض والله ما ادري جالس عند الشيبان تعتوها وانتم تسعون واتوه عليكم السكينه والوقار انت اصلا يوم توصل مباشره تقول الله اكبر لا الامام يقول سبحان الله هذا كفايه رست طال عمرك ايوه غلطان انا عارف اني غلطان قلت للعماني قال والله لا تقاطع حليب اقمح الامام حليب الشاي خبر يوم السبت حليب ولا شاي؟ يوم ياكله اسف وائل طيب والله انك رديت واحد من طيحاتي من منيف اجري لكن مردود امس باقي واجب ولا اذكرها صلاه العشاء ما تطشيتها ما شاء الله او صلاه ما ادري ايش مصلي اذكرها يا صارت العيال الصف الاول والله العظيم وانتم لا والله انا بغيت افكر في لا لا كل المسجد كان 1% كل الصلوات ترى شوف اذا اجوا الشباب هب لي شاهي جاي ينطق وش تسمي السخونه؟ خشه خشه هي. عندي دوا خشه امس امام العزل زايد طيب تو قلت لي ثلاث ايام تو يتذكر هذا الحين لقيته والله ما تطني يوم بدل ابد يا اخوي ويو انت مغربه وخالد خالد المحميد صح صح ها امس صليت عيشه صح؟ نعم والله ودي اكل يا وائل بس افرش اسناني كيف ها اعطيك لا والله عجزان افرش والله من مغرق جاسم لصاع ما خبرتكم امس عن درج منيف تدري على طاري درج منيف اني ما نمت من من امس الظهر لان الحين ابغى شيشان اي والله شوف انا سمعت ان شخص يحس دوا على صوته شخص يحس دوا على مال يحس دوا على جمال بس ما شفت واحد يحس دوا على ترتيب دولاب والله قبل شهر بندفنا قال دولاب وسرير ما شاء الله بندفنا قال بندفنا قال بندفنا يا جماعه الخير ترى دولاب منيف مرتب اكثر من ترتيب ايه ما شاء الله دولاب عرسي يقول تذكره يوم قالها والله اذكرها دولاب امس منيف قال لي قلت له اريد حاجه قال لي روح في الدولاب تحصلها اما في صندوق كارديال كذا في المكان الفلاني او تحصل في الثياب او قد والله ما بجاي انا من سمعت الوصف كذا قلت الحمد لله رب العالمين معناته دولاب مرتب صدق الرجال مرتب اول ما دخلت طبعا طالعت على يمين وشفت الدولاب اول شيء جاتنا صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود استغفر الله اعوذ بالله وش هذا اولا الشنطه رجع لي متنرفز والله ما ادري وين ادور ادور في ثيابه شوف لحظه خبرك نظامه معلق الثياب كلهم في كل ثوب سبحه في كل ثوب مبلغ موجود كل ثوب بوك في كل ثوب لا بوك في كل ثوب قلم بالغتم عاد بقى لي حطه في ترشيكات لا لا والله والله العظيم اباك تروح تشوف روح شوف قلت له لو جمعت فلوسك اللي من هنا وهناك جمع 10000 اقول له حرام عليك اي والله يا ولد شوف باقي مساحه شوف لما تدخل الغرف اليمين هذه صفه منيف ومحمد مسعود الدواليب والله والله جتني عين معكوس عفس والله جتني عين يا رجال انا معطي محمد المسعود ثوب جديد اللي مفصلين وياه حاطه تحت عند الجزمات الله يكرمك مسعود ما في اي اهتمام ما في اي فارس درجه مرتب مره فارس وش في درجه؟ ما في شيء ما في شيء الحين صار حط درجه شنطته الحين بعد ما رجع بعد ما طلع ورجع درجه احترم بندر العلي خذ درجه علق الثياب والباقي في الشنطه والله عندنا طال عمرك عندنا خمس سراير كلها سراير كلها شماعات كلها لا كلها مناشف ارتب دولاب ارتب دولاب ينشف عليها الثياب يعني تدري من اللي دولابه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مرتب اكثر من حياتي كلها الحمد لله الاعلاميه والدراسيه جاكي ترى حتى مرتب دولاب محمد زهلي لا شرير يا عمي جاكي ترتيبه ترتيب شيبان عرفت اللي
كل شيء يخش في بعض، شراب داخله الاقلام داخله والله ما اخر شيء خليك كله في الفرن، خليها اي في الفرن شربها بين الجهتين. هذا يا حبيبي منظم، هذا احس انه من الحماس ممكن تخبر ذيك العلاقات حقت الفوط انه بيجي يعلق فيها شيء. محمد رتب دول ما شاء الله ما شاء الله، بكره انت تلاقي محمد الذهلي سحب الجوالي. ليش مستحيل؟ والله مستحيل. محمد رتب دول جبت الدولاب صالح، بس لا بركب الدولاب جبت الدولاب ولا ما جبت؟ هو مرتب. لا مرتب والله. وين الترتيب؟ وين دولابه؟ نفس سيارة ابو محمد، قوالب كذا وكذا، مربعات كذا مربعات. وانا كذاب والله. اما منيف اسمع اسمع والله باقي له ما هي لك منيف كل شيء هيل والله. خلنا زنجبيل جميل زنجبيل والله رهيب. باقي شوي يطلع لك ايش اسمه، ايش اسمه ميمو حق زد زد هذا هنا. والله خايف انه خايف انه حاط حطب. والله تلقاه والله. لا والله انك كنت صادق. الصفه اللي فوق فيها شمغ. من هو انا؟ ايه انت انت يقول يا شوف اسمع الترتيب. خلنا اقول لك اسمع الترتيب. الصفه اللي فوق فيها شمغ ايوه عرفت، وقبابيع وبعض من الشرابات هني الشمغ عشرات. اوكي تمام كلها نظيفه. الصفه اللي تحت طال عمرك فيها عطورات في اي بي، مستحيل احطها لكم في القريه معصي ايه عرفت، وبعض من الاكسسوارات طبعا والله بعض اللي تحت عطورات بطقه حقتكم ايه عرفت. يوم يطلع لك واحد واللي تحت بدل ولا قد لبست شيء منها ايه، اللي تحت الله يكرمكم جزم ايه. دولب كم؟ خمس رفوف دولب في الكامل؟ اربع رفوف. انا جاي عندك انت الظاهر انك تحسب باذنك مو بعقلك. روح روح اي والله انك مرتب عقب العضه. انا اكتشفت ذاك اليوم تخبرني عضيتك باذنك اكتشفت. يقول والله اول مره ادري ان عقلي في اذني. طول الكهرب عندك جاء وعضني منك قمت عضيته في اذنه. خذ له خمس دقائق وساكت. قال اول مره ادري ان عقلي في اذني. يا ربع يا ربع على طاري بتقول طفت ذكرته. انا افطرت علي نجد واختها حلا. جماعة خير باقي دقيقة من المطبخ خراني انا. تذكرون الحلقة يوم انها بكت بكاها سعد. ايه شلون رضاها بندر؟ بس قام انت ركضت معه ولا بندر؟ لا لا يوم ركض هو يتشقع الضحكة وتقوم تركض صغيرة. شوف شلون رضت يا والله. يا اخي ذي هي اخت اللي معك، اخت اللي معك اخت اللي زاحف يا اخي. لا 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 هذا تدري من هي؟ مساعد عمان ما شاء الله عليك. كان تذكرك بحركات مساعد عمان. هلا حلا حلا يوم بكت اخذتها انا جيت اجي انا اياها على طول سلكت اشوف ضحكتها شايف وجهها. انا اللي عجبني منهم ذولاك كلهم. انا ما قارن سعد سالم ولا عبد العزيز من اسمه ذاك الولد سعود سعود سعود. اوه انا ما اعرف اتعامل مع اطفال. اخوي صالح الزهري ما اعرف اتعامل معه والله. اعطاني كلمه لو اقولها ما اعرف. انا اعطاني كلمه لو اقولها لا انا جاء اعطاني كف. لا هو جاء وعصب نفسه. اول ما خلص وضبطها وغسل يدينه جاني قلت لها كذا قال يا ورع تعال تعال الله طق 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 ذا الوجه هذا علي مطبخ هل هل تاخرت مش من من هل 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 لا صريح الله ابو محمد صالح اشهد ان لا اله الا الله استغفرك يا ابوي ذا الوجه صح زين يا ابو منصور الشاعر يا ابو منصور معه مايك تو يجيب الشاعر خبيزه كلها وايل زدت كلام ايه ايه نيف نيف خش اقول وايل كلام اشتري بس الحمد لله على النعمه والله حبيبي عارف ان انا الخبز هذا ما ادور للصباح الله بيعرفكم خبز حط بالمخ ابو فيصل يوم لقيت الشاهي كل هذا الهام ترامه شيش اكل خبزه لا صدقني اكل الشاهي الشاهي جابوه لنا هذا جابوه والله انا كله حطيت هناك رجال خذوني وقلعوني داخل والله انا كلها منو الهام اكل خبزه هذا جيب لي خبزه خبز وايد هاجر هات كل نصها لا ما تنصها جيبها جيب لي خبزه كامله لا بيخلصي كامله اقوم امني جيب والله كم ذي وجي جي قال لكم اول اشتغلتوني انتم صايرين فلوس عليها والله شوف والله طالب بالغاء الشيله من اليوتيوب لانك انت شريك لا ما شيلها اروح الاعداد اقول اخصم عليك الحين على مين 50 ريال على مين اللي خلها بندر كفو وانت كذا كفو خلاص اخصم على انا خلاص خلاص اي ايه انت كذا كفو بندر قده على الخصم ضاري لا روح بروح انا مني بروح بروح انا بروح اجيب له تميس لا اجلد من لك الهواء طيب ادري ها هم قالوا انت لا لا ما يحتاج ما يحتاج في كاميرا في جمهور الامر واضح الامر واضح الكذب حرام والله يا شيخ بقول شيء والله ما في واحد رجاله من هناك يجري يا حبيبي والله ما ينوش انا والله ما طب حبيبي لا ما طب ما جاء بس يقلبني هنا منو اجي خلاص هذه خليها شوف يا كنترول اللي اكلها صار ما عندي عليهم انا اروح باخذ خبزه جديده الله يعيني طب حرام سهلي انا وسهل هم اللي يكلونها ما مو هنا والله يا جلد انا باكل خبزتي كامله والله يا جلد خله احسن سالم يدد من قلبي
وين وين من الليل اليوم المطبخ؟ الذهلي وبندر وبعدين وبندر وعبد الرحمن زايد بندر من شيء بندر من اللي معك انت والله وحده ودقيقتين والله روح 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 تكفى تكفى خذ خذ خبزك كمسك كمسك روح اخذ والله يا ولد هذا خذ اكلت ولا لا هذه ما اخذها هي عاد سبحان الله امس محضر قبل المتسابقين يوم ما عليه مطبخ ما تدري لو تاخرت معي منهم ليه؟ ساحبيني هم ايه خلاص بس مو الحين ها ومن من بندر والذهلي ومن بندر من اللي معك؟ انا الطويرش طويرش الدهلي ودحين انا هدي بندر صب لي كوب وشال تصبح على خير لا والنار ما سرقت في الفيه ابرقد انا بروح اجيب فراش من عند سعد وبنام بجيب بطانيتي في بطانيات عندي والله اني ما ادري ها شوف كم بطانيه عندك ان شاء الله نبوه ثاني والدكتور قدر سالم قده على طرش هلا هلا بجي خلاص انا راح اجيبها ايش السطله الجماعيه هنا ولا ايش؟ ها؟ تنام هنا؟ ارفع ارفع اقعد 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 ازح وراش اجلد خلاص خذ منيف خذها منيف فبجيب انا من داخل لا تكب الشاهي على فرشتي جاك جلد مو بجلد منيف والله لا لا كذا كذا من فوق من فوق يكفي صح؟ غلطانين يا عيال لا لا بالعكس صح؟ من اللي جوا والله النقباء ما هي غريبة عليكم ها معروفين انتم من اول يا ولد انت ما تلجم ايش يعني ما تلجم احترم نفسك ما تسكت بس ارفع بطانيتك انا ما راح كذا ما راح ارد عليك والله احترام اللي محمد ولدك محمد محترم اكثر منك والله انا محمد كويس انك تعترف بالحق احبي لك ابو تركي احبي لك يا حبيبيلك اخليكم تناموا وارسل عليكم الطير شوف والله الجماعه حشوك وناموا اخليه يجيكم من حوسكم هنا ها كرسي الطير اللي عندك ناس ناس الغربي ناس ناس الغربي ناس ناس الغربي ناس ناس الغربي يا ولد الحصان مربوط نسناس الغربي لا لا يا ولد ذا بيذبحني والله بيجعني في صدري يا منيف ذاك اليوم اجعني والله نسناس الغربي نسناس الغربي ناس ناس الغربي الحمامين بسم الله الرحمن الرحيم والله دقيق زد بهاراتك الله زد بهاراتك اللي أعطتني الكرامة ايش يقول لك كذا قول قول لحنت انا قول مهابه قد فقدها كثيرين كثيرين انا البسيط اللي رفيع مقامه اللي حضر او ما حضر يذكر بزين جاء جاء المطبخ اما غير الحين ايش صار كذا انا البسيط اللي عطتني كرامه عز ومهابه قد فقدها كثير الله الا الوقفه وطناخه مو حلو هذا
يا صادق الإحساس كن قدوة للناس. أثر بي وش ذا الصوت؟ استغفر الله. عاد كل يوم يرى الأشواق ما حاشاك. والله يكون ناسي وعدك اليوم طيار الاشواق ما حاشاك. اصحى حبيبي بضحك النوم اصحى بدي تحسد فراشك.